بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 81. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله ما في مذهب أبي حنيفة وأتباعه من العلماء في التعليل عن النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو النصارى أو الأعاجم، قال هنا: وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة: لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في سياق أقوال الأئمة الأربعة في تحريم التشبه بغير المسلمين من سائر الطوائف الكفرية، قديمة كانت أو معاصرة. قد سبق أنه ذكر ما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة من تحريم التشبه بهم، ثم ذكر الإجماع على تحريم التشبه بهم، والإجماع ذكر أنه من ثلاثة أنواع: أولا قول الصحابة، ثانيا وثانيا قول التابعين، وثالثا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. ورتب المذاهب الأربعة على الترتيب الأقدمية، فذكر مذهب أبي حنيفة وأتباعه من الكوفيين وذكر عباراتهم في تحريم التشبه بالمشركين أو بالكفار على وجه العموم، ثم الآن وصل إلى ذكر مذهب المالكية، ثم من بعده مذهب الشافعية، ثم من بعده مذهب الحنابلة، والآن مع مذهب المالكية. فذكر أنهم يحرمون أن يحرم الرجل بالأعجمية، يعني يتلفظ بالإحرام باللغة الأعجمية بدلا من اللغة العربية، كأن يقول: اللهم إني أريد الإحرام، اللهم، أو يقول: لبيك اللهم، كان يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، كما جاء في الحديث، فيأتي باللفظ العربي ويتلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو تمتع أو قران أو إفراد باللفظ العربي، ولا يأتي باللغة الأعجمية. كل ذلك منعا للتشبه، وهذا والله أعلم في الذي يحسن العربية، فلا يجوز له أن يعدل إلى غيرها،
وأما الذي لا يحسن العربية فإنه يحرم بلغته. نعم. قال ولا يدعو بها ولا يحلف. ولا يدعو بها كذلك لا يدعو باللغة الأعجمية وهو يحسن اللغة العربية، لأن العربية هي لغة الشرع، هي لغة الشريعة الإسلامية بما فيها الدعاء، فيدعو باللغة العربية. نعم. ولا يحلف كذلك لا يحلف، والحلف معناه القسم، ولا يكون الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته بأحد حروف القسم مثل والله وبالله وتالله، ولا يأتي بدل ذلك باللفظ الأعجمي وهو يحسن اللغة العربية، لأنه إذا فعل ذلك فقد تشبه بالأعاجم. نعم. قال أي مالك ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب. نعم. واستشهد بالأثر الوارد أن عمر رضي الله عنه نهى عن رطانة الأعاجم، ورطانة الأعاجم معناها التحدث بكلامهم بلغتهم بلغة الأعاجم، والأعاجم جمع أعجم وهو من عدا العرب، لأن في التحدث بلغتهم تشبها بهم من غير ضرورة. نعم. وقال إنها خب يعني إنها نقص، لأن اللغة العربية أكمل منها، لأنها لغة القرآن ولغة السنة ولغة المسلمين، فلا ينبغي أن يعدل عنها إلا إذا كان لا يحسن اللغة العربية، فإن عدل عنها فهذا نقص. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه قد يكون في ذلك خداع، فإذا تكلم مع رجل عربي بلغة أعجمية فإن الذي يتكلم معه لا يدري ماذا يقول، وربما يقول كلاما يضر السامع وهو لا يشعر بذلك. نعم. كيف نوافق بين هذا وبين ما يدندن به من يدعو لغة الأعاجم بأن من تعلم لغة قوم أمن مكرهم؟ هذا مكذوب، هم يروونه حديثا وهو مكذوب، كما نبه على ذلك غير واحد، ومنهم الشيخ العزيز بن باز رحمه الله في كتابه نقد القومية رحمه الله العربية. نعم. قال إن هذا مكذوب. اي نعم، كل حديث مكذوب هذا. احسن الله اليكم. وايضا معناه غير صحيح، ما هو لازم من تعلم امن حتى العرب، يعني ان تعرف لغتهم ويمكن يخدعونك. احسن الله. اي نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال واكره الصلاة الى حجر منفرد في الطريق، واما احجار كثيرة فجائز. كذلك يروى عن مالك أنه كره أن يتخذ سترة في الصلاة من حجر واحد، لأن هذا يشبه من يعبدون الأحجار، لكن إذا كانت حجارة كثيرة فإنه لا يكره ذلك، وهذا مما يدل على مبالغته رحمه الله في منع التشبه بغير المسلمين. قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. نعم. ومما كرهه مالك رحمه الله تعطيل العمل يوم الجمعة، بأن يعطل المسلمون أعمالهم يوم الجمعة، يعني في كل اليوم، فإن هذا من التشبه بالكفار في أعيادهم، فإنهم يعطلون الأعمال في أعيادهم كاليهود في يوم السبت والنصارى في يوم الأحد، فالمسلمون يعملون في يوم الجمعة، لكن إذا نودي للصلاة فإنهم يتركون العمل ويقبلون على الصلاة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالآية تدل على أنهم كانوا يبيعون ويشترون في يوم الجمعة،
لكن إذا سمعوا الأذان فإنهم يقطعون البيع والشراء ويذهبون لصلاة الجمعة، فدل على أنهم لا يعطلون الأعمال يوم الجمعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم. قيل: فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه؟ قال: أكره ذلك، ولا بأس أبي أن يوسع له في مجلسه. لا شك أن توقير الكبير من المسلمين أنه مشروع. نعم. توقير الكبير من المسلمين للشيبة يعني الكبير، وفي الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فتوقير للشيبة المسلم هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، ولكن ليس من توقير الكبير أو غيره القيام له، فإن القيام له من باب الإجلال والتعظيم، هذا منهي عنه لما فيه من التشبه بالأعاجم. نعم. قال: ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه. ولا بأس إذا دخل والمجلس ممتلئ أن يوسع له في مجلسه، لكن لا يقوم أو يقيم غيره ويجلس مكانه، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس. وإذا كان المجلس قد ضاق فإنهم يتفسحون لأخيهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. نعم. قال: وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة. وكذلك من ما يكرهه الإمام مالك رحمه الله قيام المرأة لزوجها. المهم القيام للشخص لا يجوز، سواء كان زوجا أو كبيرا في السن أو كبيرا في الجاه والمنصب، لا يجوز القيام له من باب الإجلال والاحترام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على أصحابه لا يقومون له، لعلمهم بكراهته صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم. قال: وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام. نعم، وهذه عادة سيئة أنهم ينتظرون من يحترمونه ويجلونه، فإذا بدا لهم فإنهم يقومون من باب الإجلال له، وهذا كله منهي عنه، وجاءت أحاديث في النهي عنه لما فيه من التشبه بالأعاجم. أما القيام لحاجة للسلام عليه أو القيام لمساعدته في الدخول أو في الجلوس فهذا لا بأس به، قوله صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه على حمار وكان جريحا، فقال للأنصار: قوموا إلى سيدكم. دل على أن القيام إليه من أجل إعانته أو من أجل السلام عليه أن ذلك لا بأس به، إنما الممنوع القيام المجرد الذي ليس لحاجة. نعم. صلى الله عليكم. قال: وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والمعاد والأعاجم، لأن من سنة الأعاجم القيام لمعظميهم، القيام لهم إجلالا لهم، قيام عليهم وهم جالسون، أو القيام لهم إذا أقبلوا أو دخلوا. نعم. وفيما ليس من عمل المسلمين. نعم. أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، يعني في مذهب مالك يقول: هو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب. نعم، فمذهب مالك رحمه الله أشد من مذهب الكوفيين، وهم أبو حنيفة رحمه الله وأتباعه، مع ما في مذهب الحنفية رحمهم الله من الاهتمام بهذا الأمر وتحذير من التشبه
بالكفار في مفرداته السابقة، إلا أن مذهب مالك تبين أنه أشد في هذا الأمر، مما يدل على أنهم كانوا يكرهون كراهية شديدة تشبه بالأعاجم. نعم. قال: مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. نعم، حتى أنه بلغ من تشدد الحنفية، وهذا حق، هذا تشدد بحق في تشددهم في منع التشبه بالأعاجم أو باليهود والنصارى، أنهم حكموا بالكفر، يعني يروى هذا عنهم أنهم حكموا بكفر من فعل ذلك، مع أن هذا فيه نظر وتفصيل كما سبق. ولعل هذا أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، على ظاهر منهم أن يكون كافرا مثلهم. قد سبق كلام الشيخ رحمه الله في أن هذا الحديث أقل أحواله أن يدل على تحريم التشبه بغير المسلمين، وإن كان ظاهره الكفر. نعم. وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا. نعم، وقال أصحاب مالك، يعني زادوا على ما قاله أصحاب أبي حنيفة في أنه في يوم أعياد المشركين لا يجوز إظهار الفرح بها أو مشاركتهم في أعمالها أو حضورها، كل ذلك لا يجوز للمسلم. حتى إن أصحاب مالك قالوا: من ذبح بطيخة، يعني شيئا من البطيخ الذي يؤكل، ذبحه بالسكين في هذا اليوم خاصة، فكأنما ذبح خنزيرا، من شدة نهيهم عن ذلك. وإن كان ذبح البطيخ وأكل البطيخ جائزا، لكن إذا كان يفعل هذا من باب مشاركة الكفار في أعيادهم فهذا هو الممنوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم. نعم، انتقل رحمه الله إلى النقل من مذهب الشافعي في تحريم التشبه للكفار، وأنهم ذكروا أشياء من هذا القبيل. نعم. قال: في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من العلماء. قال: مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، مثل طلوع الشمس وغروبها، ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، كما في الحديث: إنها ساعة يسجد لها الكفار. نعم، الشافعية منعوا الصلاة في الأوقات التي يعظم فيها المشركون آلهتهم، لأن هذا فيه تشبه بهم، وهذا من باب سد الذريعة كما سبق. فلا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس، لا تجوز الصلاة بعد طلوع الفجر وعند طلوع الشمس حتى ترتفع، وبعد صلاة العصر، وعند غروبها حتى عند شروعها في الغروب حتى تغرب، لأن هذه الأوقات يعظم فيها الكفار آلهتهم، فالمسلم لا يفعل العبادة لله عز وجل في هذه الأوقات التي يعمل فيها المشركون لآلهتهم من أجل منع التشبه بهم. وإن كان المسلم لا يقصد أوثانهم ولا يقصد التشبه بهم، أو لم يأتي على باله ذلك، لكنه منع من باب سد الذريعة، وهذا مما يؤكد على مخالفة المشركين ومنع التشبه بهم، حتى وإن كان المسلم لم يتنبه لذلك أو يقصد ذلك، أو حتى لم يصل إلى علمه أنهم يفعلون ذلك. نعم. وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب،
نعم، وذكر الماء الشافعية أن تأخير السحور الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حث على السحور وحث على تأخيره، أن ذلك منعا للتشبه بأهل الكتاب في صيامهم، فإنهم يصومون قبل الفجر، والله جل وعلا قال لنا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وكلما تأخر السحور إلى طلوع الفجر كان ذلك أفضل، لأن فيه مخالفة لأهل الكتاب في صيامهم. وبناء على ذلك فإن الذين لا يتسحرون يصومون من غير سحور وهم يقدرون على السحور، أو يتسحرون مبكرين، أنهم قد خالفوا السنة وتشبهوا بأهل الشرك والبدعة. نعم، أحسن الله إليكم. لا يدفع هذا شرعة ماء؟ المهم يتسحر عند طلوع الفجر بما يتيسر، بما يتيسر له. نعم. وذكروا في اللباس النهي عن ما فيه تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال. الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، وذلك في اللباس، لأن تلبس المرأة لبسة الرجل أو يلبس الرجل لبسة المرأة، لأن في هذا تحولا عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهذا يدل على أن الذكر ليس كالأنثى، فالأنثى لها صفة ولها لباس ولها عمل خاص بها، وللرجل كذلك. ولا يجوز لأحد الطرفين أن يأخذ عمل الآخر أو يلبس لباس الآخر، لأن الله فاوت بينهم وجعل لكل صنف ما يليق به. نعم. وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث: خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين. نعم، وكذلك في العبادات التي لم تنسخ وكان أهل الكتاب يعملون بها أو أهل الجاهلية يعملون بها وهي من شرع الله سبحانه وتعالى، فإننا نفعلها لكن مع مخالفتهم في صفتها. نعم. مع مخالفتهم في صفتها. ومن ذلك أن المشركين كانوا يقفون بعرفة ويدفعون قبل الغروب عند اصفرار الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غربت الشمس ثم دفع منها، مخالفا بذلك للمشركين في الدفع. وإن اشترك الجميع في الوقوف بعرفة، لأن هذا عبادة مشروعة وهو من دين إبراهيم عليه السلام، فلما كان المشركون يفعلونها فإنهم على عبادة مشروعة، لكن نخالفهم في أدائها وفي كيفية أدائها وفي صفتها. كذلك في المزدلفة، فإن المشركين كانوا يقفون بالمزدلفة ويبيتون بها، لأن هذا من دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم كانوا يستمرون في الوقوف بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس، ويقولون للجبل: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وقال: خالف هدينا هدي المشركين. وكذلك في صوم يوم عاشوراء، هذا عبادة قديمة قد فعلها موسى عليه السلام وبقيت حتى
في بني إسرائيل، حتى في العرب كانوا يصومون هذا اليوم وصومه مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم صامه، ولكنه أمر بمخالفة اليهود في ذلك بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن أيضا منع المسلمين عن مشابهتهم بذلك، تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. نعم، وذكر الشافعي أيضا ما سبق بيانه من الشروط العمرية التي وضعها عمر رضي الله عنه وأوجبها على أهل الذمة أن يلتزموا بها. من أجل أي شيء؟ من أجل تميز المسلمين عن الكفار، وعدم تشبه المسلمين بالكفار أو تشبه الكفار بالمسلمين، حتى يعرف أن هذا مسلم وهذا غير مسلم، لئلا يحصل الامتزاج والتميع. وهذا مما يدل على بطلان هذه النظرية الحديثة الآن التي تدعو إلى تقارب الأديان، تدعو إلى تقارب الأديان وتقرير الأديان، وأن كلها صحيحة وكل على حق كما يقولون. فهذا كلام باطل، لأنها أديان إما باطلة من الأصل شركية، وإما أديان شرعية لكنها نسخت وانتهى العمل بها وبقي العمل بدين الإسلام وحده. فلا يجوز خلط دين الإسلام على الأديان الأخرى، بل لا بد من التميز بين الدين الصحيح والدين الباطل. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. إلى هنا أتى الشيخ على نهاية ما ذكر من مذهب الشافعية، وأعقبه بالحديث عما في مذهب الحنابلة. ندع ذلك لحلقة قادمة إن شاء الله لنهاية وقت هذه الحلقة. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم إخوتنا المستمعين إنصاتكم واستماعكم. وهذه تحية من مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.